مضى في طريقه. ده سرطان ده. صحيتي العشاء يا ست هاني، تأمريني بحاجة تانية؟ لا يا حبيبتي، روحي انتي على المطبخ. حاضر. أنا أنهار اقفلي الشبابيك كويسة عشان الفار لو سمحتي. من عناية يا أستاذ. أستاذ عليك. إيه؟ أنا مش عايز أتكلم عن حاجة دلوقتي. أنا هروح المطبخ. سرطر. بلا سرطر بلا بتاع. حياة أمك لو ظهرت لا تلومن إلا نفسك. حد قالك إنك جاية تشتغلي في كباريه مش في بيت؟ لا يا مدام، محدش قالي. طب أنا بقى جاية عشان أقولك، أنت جاية تشتغلي في بيت محترم، يعني فتحة الصدر دي ما تتكررش تاني. صدقيني يا مدام، يعني مش قصدي. يا حبيبتي ما أنا بقولك أهو، بفهمك غلطك عشان الموضوع ما يحصلش تاني. مفهوم؟ مفهوم يا مدام. وخلي بالك بقى وانت بتتعاملي مع الأستاذ نبيل. من ناحية ايه يعني؟ أستاذ نبيل راجل جد جدا ومحترم، ملوش في الضحك وملوش في السهوكة. فهمتي؟ حاضر. خلاص كده أقدر أقولك تصبحي على خير. وانت من أهله يا مدام. ما قلنا بلاش السهوكة. حاضر. اهو انت كده اتعاملتي معاها زيك زي اي ست جهله. انا جهله يا نبيل؟ بتهزاني عشان الشغاله؟ لا يا حبيبتي، انا ما اقدرش اهزاك، انا بس بلفت نظرك كست متحضره وناضجه، يعني كان عشمي فيكي كبير وامالي فيكي عظيمه، لكن بخ. يعني ايه بخ دي؟ بخ يعني يا حبيبتي غريزة الأنثى أول ما تلاقي أنثى تانية بتعترض طريق الذكر بتاعها، نفس رد الفعل هو هو حتى في أنثى النحل، ما بتختلفش بقى أبدا من أي ست لست بغض النظر عن مستواها الاجتماعي والثقافي أيا كان. بس أنهارتي بقى جواها كده واحدة لونة وجواها كده ميصة، فأنا قلت أذبح لها القطة من أول يوم. يا حبيبتي قطة ايه بس اللي قطة ايه اللي تتضحي عليها يا حبيبتي؟ انت كده بتنزلي لمستواها، وانت لما تعملي كده معاها انت مش واخده بالك ان انت بتنزليني انا لمستواها، لان هي ممكن تعتقد ان انا ممكن ابص لها وهي ما تعرفش ان انا لا يمكن ابص لها ولا ابص لغيرها.